أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يوصف الله سبحانه وتعالى بالقرب استدلالا بقوله سبحانه فإني قريب، وهل هناك قرب خاص وقرب عام كما قيل في المعية؟ نعم، الله قريب من عباده سبحانه وتعالى، قريب منهم بعلمه وإحاطته ولا يخفون عليه، وليس معنى قريب أنه خالط لهم، فهو قريب منهم وهو على عرشه وفوق سماواته سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: وهو قريب من المؤمنين قرب نصر وتأييد، وقريب من الناس كلهم المؤمن والكافر قرب إحاطة، فالقرب والمعية بمعنى واحد تنقسم إلى قسمين. نعم.